السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم عندنا واحد الثلاجة اللي هي خاسرة، باقا كتبرد ولكن ولات كدير لينا الثلج. واليوم غادي نوريكم كيفاش غادي نصوبوها. في هذه الحالة هذه كنعبروا ليها درجة الحرارة باش نعرفوا درجة الحرارة اللي كتوصل ليها في البرودية. وكيف ما كتشوفوا لقينا 10 درجة، كتوصل 11 10، وكتخلي لهم الثلج. دابا كنحلو في الترموستات كيف ما كتشوفوا. هاد النوع ديال الثلاجات اللي هما من نوع فاغور، وكنحاول نحل الترموستات ديالها. حنا كنعرفوا بلي كل ثلاجه وكيفاش الترموستات ديالها كتكون راكبه. هاد الترموستات كاينه راكبه الفوق، وحنا غادي نوصلوا لها ونخرجوها من بلاصتها، ومن بعد غادي نشريو على نفس الريفيرونس اللي عندنا. مع العلم ان هاد الثلاجه هادي ديجا مبدله لها الترموستات، والترموستات اللي كيتباعوا غالبا ما كيكونوا ماشي اوريجينال، يعني ميتاسيون. حنا غادي نشوفوا كيفاش غادي نحيدوا الترموستات، ومشيو معكم خطوه بخطوه. كيف ما كتشوفوا كنحلها الفيسات، والمعلم اللي كان حلها قبل كان دار واحد المشكل اللي هو خايب بزاف ما خصوش يدار، وهو هرس لينا هذاك الطرف اللي كي التحتاني اللي كنجبد فيه باليد اليسرى. الترموستات كي كتبان ليكم راه هي اللي قصها بالصبع ديالي الكبير في اليد اليسرى، ها هي جبدتها. غادي نحيدوا لها الفيشات، وكنحذركم باش تطفيو الثلاجة قبل ما تبداو الخدمة. دابا كنجبد في السلك ديال الترموستات اللي كيسميوه كابيلار. هذاك الكابيلار كيكون وسط منو الغاز، وفي الراس ديالو كيكون واحد البيلب. هذاك الكابيلار اللي في الراس ديالو البيلب هو اللي كيستشعر درجة الحرارة، باش ملي كتوصل لواحد درجة الحرارة اللي هي هابطة الموتور كيسكت باغ هذيك الترموستات. دابا كنجبد الفيشات ديال الترموستات اللي هما كيكونوا فاز وفاز، ما كيكونش فيها الفاز والنوتر، كيكون فيها فاز وفاز، يعني كيدخل الفاز وكيخرج باش يمشي للموتور. قبل ما كيمشي للموتور حتى كيمشي للرولي دو ديماراج. حنا دابا قربنا نساليو الترموستات، ودابا غادي نمشيو نشريو ترموستات جديده. هاد الترموستات هادي اللي شريناها بثمن 75 درهم من عند مول الثلاجات اللي كيبيع البياس ديال الفروا ولي ماشينا لافي. ودابا غادي نركبو الترموستات. التركاب ديالها ماشي صعيب بزاف، هو سهل، ولكن خاصكم تحذيو بزاف مع دوك مع داك التيو اللي رقيق اللي هو كابيلير، تحذيو معاه بزاف لي تكراد، حيت الا تكراد مشات ليكم الترموستا كامله. ودابا كنخشي الكابيلار في واحد الثقبه اللي غادي تدخل وسط الثلاجه. كاين واحد الثقبه لداخل غادي ندخلو في الكابيلار، وخاص يدخل مزيان حتى للقاع. وفي الاخير ركبنا الترموستا ديالنا، وفي الاخر غادي نفيسيها كيف ما كتشوفوا. انا كنفيسيها لحد الساعه، وغادي تولي الثلاجه ديالنا تخدم مزيان وما غاديش تبقى تربي الثلج. اللي عجبو هذا الفيديو هذا ما ينساش يكليكي على جيم
ويشترك معنا. تبارك الله عليكم، واللي عنده شي تساؤل ما ينساش يكتبوا لنا في التعليق وانا غادي نجاوبكم.